محمد صلاح ابو جريشه. مجدي طلبه الحته بتاعته حافظها ناحيه شمال مجدي. وعايزين بقى نشوف بقى طريقه الزاويه كايه ولابس كيتانيا واحمد الكاس. هو جول هو جول احمد الكاس. الثانيه اتظبطت يا ولد يا ولد يا ولد. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. ملعوبه حلوه قوي من مجدي ليفسكي اللي هو المحترف الجميل. كوره جميله جدا على القناص وهداف مصر احمد الكاس. ويجيب جون في منتهى الجمال ضربه راس. وادي ترقيصه حلوه قوي ترقيصه محترفين يا مجدي يا طلبه. وهوبا الاوفر. واحمد الكاس بقى تاني واحده ظبطها هاتها من الشبكه يا ليفسكي. خمس اهداف لاحمد الكاس ياكد ان هو هداف. 1-0 لمصر. وبسن جزمه ريتشارد لك يخش ياخدها احمد محمد صلاح ابو جريشه. يا ولد يا ولد لعباله حلوه قوي في الحته الفاضيه. وادي خشبه وال1 2 اهو. اوبا احمد اكاس. اوبا يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. ده ايه الحلقه؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن. جون جميل جدا جدا في الدقيقه 20. جون برده عالمي. احمد الكاس النهارده متفوق على نفسه حقيقي يعني. جونجا شوف عملها ازاي. وعلى فكره دي من بالسارته كده يعني كوره بالتوجيه. جايب جون بالتوجيه احمد الكاس. احمد الكاس وهوبا هوبا هوبا. يومك يا كاس يومك يا كاس النهارده. ولازم تفرح يومك يا كاس. الجون هاتريك هاتريك احمد الكاس. محمد كوره يحييك يا حماده. هاتريك هاتريك احمد كاس. احمد الكاس هاتريك. جون جميل جدا. جيت شوف لعيبه في الزاويه القريبه فين. مش ممكن النهارده احمد الكاس يوم حاجه. مش ممكن حاجه. مستوى عالي جدا 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 احمد الكاس. حاجه عاليه جدا جدا جدا. من 29 سنه يعني انا مش عايز اقول يعني ما شاء الله. ولا الشاب عنده 20 سنه. 6 اهداف لمصر لا شيء لاوغندا.